عنك في حديث أسماء الله من أحصاها، ما معنى أحصاها؟ الحديث الذي ذكره أخونا في سؤاله هو قوله صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. ومعنى أحصاها عرفها لفظا وعرف معناها وتعبد لله بمقتضاه. فمثل يعرف أن الله تعالى من أسمائه الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الغفور الرحيم السميع البصير إلى آخره، فيعرف الاسم ويعرف أيضا معنى الاسم ويثبته لله عز وجل. فالسميع يعني معناه أنه المتصل بالسامع، فهو سميع ويسمع. الثالث أن يتعبد لله بمقتضاه، فإذا علم أن من أسماء الله السميع وأن السميع بمعنى للسمع فإنه يتعبد لله بمقتضى هذا، أي أنه لا يقول قولا يكون فيه غضب الله، وإنما يتكلم بما يرضي الله تبارك وتعالى. ولهذا لو عرفها لفظا ولم يعرف المعنى لم يستفد، ولو عرفها لفظا وأنكر معناها كما يقول المعتزلة لم يكن أحصاها، ولو عرفها لفظا ومعنى ولكن لم يتعبد الله بمقتضاها فإنه ليس محسنا لها. ويدل لهذه الشروط الثلاثة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحصاها دخل الجنة، ودخول الجنة ليس بالأمر السهل، فلا بد أن يكون هذا الإحصاء متضمنا لهذه الأمور الثلاثة: الأول معرفة الاسم، والثاني معرفة معناه، والثالث العمل بمقتضاه. نعم.